اختلطت الأوراق داخل سكولا فاشن، وليلة مبارح ما عادت الكات ووك حصرا للمودلز فقط، فأصبحت للديزاينرز أيضا اللي قرروا يخوضوا هالتجربة. وإذا ما يفا أساسا ما بترحم بتعليقات الصبايا، شو معقول تعلق على تجربة الشباب؟ I want to walk like a male model. Yeah, he wants to be a male model. So he's gonna try right now, okay? Try it. Okay, I watch you. Relax, relax the mouth. Right? Okay, no, now do it with a smile. Can you smile? I don't like my smile. Because okay. The life of a model. Yalla. I like your smile, Woody. Well, watch the bag. You have to hold it. Yeah, well, you hold it very tight. Yeah. Well, but not so much for men because it looks more too feminine, but a little bit. More again. Yeah. The sexy one, right? Not sexy, no. My walk. Wrong, okay. Right. Walk? No, you're good with your walk, it's your face. Right? Yeah. Right walk? Yeah, the you walk need to is change okay. The my face, hands. Moody. Yeah, relax a little bit with the back. Don't worry, it's not going to go anywhere. Okay. Yeah. It's enough. Because it's like, it's very heavy. It's my bag. It's heavy, it's okay. A heavy bag. Is it? The other hand, yeah, her bag. The other hand. The other hand. It's okay, just relax your finger because okay. You have them a little bit like this. My shoulder? Shoulder is okay. For the men, I don't want to ask just. He's good, huh? Yeah, he is. Right? Yeah, very good. ازاي تبص لفوق؟ لا تمشي. No, there is not really sexy for men. عادي هي انا مشيتها لوحدي قالت لي ايه؟ تمشي عادي؟ هات الكوبايه. My grades. Oh, it's good. You have 999? No. 876. Great. Yeah. My first time. I love it. You're hired. Don't look down. Don't look down. Like this. Why do you have to move your head? Why George, do you have to move your it's head just moving with my legs. George, come on, George. طب استنى انا okay, I will do a straight one, okay? Straight. Don't move your head. Don't have your head like this. Back to move. Don't look down. My head is moving like this. Don't look down. Yeah, a little bit. Don't look down. You're singing, yeah. No, not too high. Not too, it's too high. It's too high. This is the normal position for my head. Why is everybody taking the bag? I don't know. Look in front of you. Don't look down. Camera. Give it more, George. More facial. Okay, go. هل هلا العلامة هيدا اثنين. Get that squared out. Yeah. طب بتبصي لي انا ليه انا مش تبعكم لا لازم على جنب في الاخر لازم تقف كده على جنب بس I have to go انا مروح حد جاي اوكي I'm late اوكي باي everybody باي بالوقت اللي كل الديزاينرز كانوا معجوقين على الكات ووك استغل محمد مبارك الفرصة لمراجعة حساباته واللي أثبتت أنه وجهة نظره صحيحة 100% يعني يوم تكلمت أول كلام يوم أنا طلعت نوميني يوم تكلمت مع الشباب مع الديزاينر كلهم اجوا ضدي قالوا لي إيه أنت يا عم أنت شايف نفسك وهذول
معروفين وهذا النقاد صحفيين ازياء وهذا تبع موضه. قلت له خلاص ماشي، لو ناس تبع الموضه والازياء والكلام ده كله اوكي، لكن دول الناس ما لهمش علاقه بالموضوع. قلت لهم قالوا لي لا هم يعني جايبينهم من على قهوه، هم مشهورين هم. قلت له خلاص اليوم تبدل الكلام، رجع كلام اللي قلت لهم من البدايه، جابوا نفسه بالضبط. حتى ذكرتهم قلت لهم راح افكرك، واليوم فكرتهم ولا حدا حكى. قلت لهم السبنتيز اللي احنا عطونا اياه، يعني انا بقول كلام صريح يزعلون. انا فستانك كان عاجبني، كان انا قدامهم ما حكيت، لانه لو انا حكيت راح يصير شد بالكلام وراح يصير عراك، راح يصير كلام. السبنتيز والسكستيز الشيء اللي كانوا مميز فيهم اللي هو الكات، الاي كات، هيك فستان كده. انت اعمل الاي كات وحط الاضافات اللي انت تبيها، بس اذا خرجت عن الاي كات يعني عباره خرجت عن مود كامل. واحد عامل لي هون درافي، واحد عامل لي 60,000 قماشة، واحد عامل لي مش عارف شو. عندكم صور وعندكم انترنت وجايبين لكم كل حاجة. أنا ما بقول لك هيك عشان أنا فستاني طلع حلو يعني بنفخروا عليهم، لا، بس كل شيء كان مسهل لهم. واحد عامل لي درافي، واحد عامل لي كده الكاتوة. أنت خلي الكات الرئيسي بعدين شكل فيه خارجي، بس الرئيسي ما تلعبش فيه، لأن إذا لعبت فيه ضاعت الفكرة. في ناس صراحة ويانا اليوم كانوا يستاهلون هاي العلامات، يعني عطوهم علامات واضية، لأن I'm very sorry يعني طلعوا فساتين كتير بشعة. أنت داش على برايم الرابع، يعني معروف يعني يعني معقول ميريل 24 ساعة معاكم، ساكو 24 ساعة معاكم، إنترنت شغال، المجازين على هالقد. طيب شو في يعني أنت ما تعمل غلط وبعدين ترد تنتقد؟ لا بس هقول لك على حاجة، مش كل الناس النهاردة كانوا عاملين حاجات خارجة عن الموضوع. في ناس كتير عملوا أيوة حاجات كويسة وبرضه ما أخدوش عليها علامات كويسة، رغم إن اتقال كلام كويس واتقالت قصص وأشعار وقعد يحكي دقيقتين لوحده عن الفستان، برضه ما اداش درجات ولا ادا علامات كويسة. بالنتيجة الدنيا أذواق مشكلة، واللي بيعجب البعض ممكن ما يلفت نظر البعض الآخر، مهم التسلح بالثقة الكبيرة بكل عمل منقدمه. برأيك وبنرجع لنتعرف على موضوع الأسبوع. زيارة السيدة جمانة وازن من قبل المصمم إلي صعب، موعد منتظر على نار، وبنوع خاص من قبل الديزاينرز اللي على أساسه بيتعرفوا على موضوع الأسبوع. أما التام اللي قدمته السيدة جمانة بنسمعه سوا. شو متوقعين لليوم؟ مش متوقعين اختار مسيو صعب لهالأسبوع غريك جادس لدياس غريك. يوناني. شو حبيته؟ كتير حلو، كتير فيمينين، بتميز كتير بالدرابي بالمسلين. أي سؤال عندكم؟ يا فجأتوا شكلكم يعني حلو كتير الشغل فيه. غالبا الالوان يعني تستخدم الابيض غالبا اكثر من الالوان، ما ضروري فيكم تستعملوا الالوان اللي بدكم اياها، بس اكيد انتم بدكم تطوروها.